دعا متحدثون خلال لقاء نظم في طولكرم إلى تضافر كافة الجهود، جهود المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية من أجل مكافحة ظاهرة المخدرات نظرا لنتائجها التدميرية على كافة مناحي الحياة في فلسطين، حيث يساهم الاحتلال في زيادة أعداد المدمنين والمتعاطين لهذه الآفة الخطيرة. وطبعا هاي سياسة ممنهجة انه انتشار المخدرات في بعض المدن الملاصقة تقريبا لحدود 48.